اهلا بحضراتكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. البدايه مع رابطه الانديه المصريه المحترفه واللي اعلنت موعد انطلاق بطوله الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 يوم 30 اكتوبر اللي جاي، وهيكون ختام البطوله يوم 6 يونيو. ده طبعا بعد مع رابطه الانديه مع الدوري المصري الممتاز من اجل الاستقرار على شكل الدوري في الموسم الجديد. منتخب فرعانة كرة اليد للكراسي المتحركة فاز على منتخب الهند بنتيجة 2-0 في تاني أيام بطولة العالم، واللي بتستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى، وبكده يتأهل منتخب مصر لربع نهائي البطولة. فريق توتنهام حقق الفوز على فريق كوفنتري بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب بريكو أرينا ضمن منافسات الدوري الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية كأس كاراباو للموسم الحالي 2024-2025. وفريق برايتون فاز على فريق وولفرهامبتون بنتيجة 3-2 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب بالمر ضمن مباريات كأس الرابطة الإنجليزية كأس كاراباو للموسم الحالي 2024-2025. وفريق بروسيا دورتموند الألماني وصيف دوري الأبطال الموسم اللي فات فاز على فريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3-0 في بلجيكا، ده في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025. وفريق مانشستر سيتي الانجليزي تعادل سلبيا مع انتر ميلان الايطالي في المباراه اللي جمعتهم على ملعب الاتحاد بمدينه مانشستر، وده في قمه الجوله الاولى من مرحله الدوري لبطوله دوري الابطال بنظامها الجديد. وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي فاز على فريق جيرونا الاسباني بنتيجه 1-0 في المباراه اللي جمعتهم على ملعب حديقه الامراء ضمن منافسات الجوله الاولى من بطوله دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي 2024-2025. ونادي روما الايطالي اعلن بشكل رسمي تعيين المدرب الكرواتي ايفان يوريتش مدرب تورينو السابق ليكون مدير فني جديد لقياده فريق العاصمه الايطاليه، خلفا لدانيالي ديراسي اللي اقيل بعد النتائج السيئه اللي بيحققها الفريق معاه. أما نادي النصر السعودي فأعلن تعيين الإيطالي ستيفانو بيولي مدير فني للفريق الكروي الأول خلفاً للمدرب البرتغالي المقال لويس كاسترو، واللي تمت إقالته بسبب سوء النتائج محلياً وآسيوياً.